سلمى لفقرتنا اللي كتير مميزة اليوم وفيها كتير من التفاصيل والحياة اللي عم بتهم كتير من الشباب. بالعلم وحده نضمن مستقبل سوريا، بكفاءات شبابها يكون ازدهار الغد مؤكدا. طوال سنوات الحرب على سوريا لم تتوقف عجلة التحصيل العلمي للحظة. أكيد فرح خرج كلية الإعلام 100 طالب وطالبة من دفعات مميزة بالكلية. لنحكي أكثر عن كلية الإعلام وطلاب الخريجين، بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الدكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام، ويسعد صباحك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. نيال الطلاب بيتخرجوا، نيالنا هيك اليوم نكون دكتورنا بالجامعة هو ضيفنا. الله يخليك، بالعكس أهلا وسهلا فيك، ومنشرف أنه نحن على الأخبارية السورية مع خريجين كلية الإعلام، هذا شرف لنا. يسعد صباحك دكتور. عن جديد نقول ألف مبروك لكل الطلاب يلي اتخرجوا وناطرتهم هيك الحياة العملية، نتمنى لهم كل التوفيق ونتشكر كل الدكاترة اللي كانوا مسؤولين وساهموا بهذا النجاح. الله يبارك في عمرك، شكرا كثير لك. شكرا. شكرا دكتور. اليوم عم نحكي عن 100 طالب وطالبة تخرجوا، بدنا نعرف منك شو اللي كان بيميز هي الدفعة. كثير من التعليقات اجت، بس بدنا نعرف من حضرتك شو اللي كان بيميز. حقيقة انه اول شيء الرقم، مثل ما بيقول الرقم ذهبي، 100 خريج طالب وطالبة. ثاني شيء الأساسي، الشيء النوعي وليس الكمة، اللي هو فعلا دورة التميز، كانت أكبر نسبة من المتميزين كانت في هذه الدفعة. وبالتالي مثل ما لاحظتم من خلال التغطية الإعلامية لحفل التخرج، كانت حتى حفل التخرج كان متميز بالبهجة، بالسرور، بالفرح اللي شفتوهن على وجوه الطلاب. وهذا واجبنا نحن كجامعة دمشق، كعمادة كلية، أنه بعد تعب 4 سنين، ومثل ما ذكرته بمقدمة التقرير، من الحرب والإرهاب والحالة النفسية للطلاب، رغم كل شيء استمروا الطلاب بمتابعتهم وتميزوا، ما بس تابعوا وتميزوا. مثل ما بتعرفوا ولا تعطلت جامعة دمشق ولا كلية الإعلام ولا الجامعات السورية كل يوم عن الدوام وعن العمل وعن المتابعة نتيجة كل الظروف. وبالتالي فعلاً دورة متميزة بامتياز. أكيد يعني دكتور دائما كل خريجين بيكونوا عم بيدوروا عن فرصهم. بكلية الإعلام شفنا كتير خلال هاي السنوات الماضية في شغف من الطلاب أنه يدخلوا على كلية الإعلام. بالطبع يعني باعتبار الإعلام صار هلأ لغة العصر، الناس كلياتها بتحب أنه تدرس هذا الفرع. اختلف عنكم الموضوع؟ صرت عم شوفوا فعلا في أعداد كبيرة عم تقبل لتسجل بالكلية؟ صراحة هذا لاحظناه، الأعداد الكبيرة لاحظناها بالتعليم المفتوح أكثر من التعليم النظامي. نحن مثل ما بتعرفوا في عنا قانون الاستيعاب الجامعي بيحدد إلى حد ما قبول الجامعي بالتعليم النظامي. بالتعليم المفتوح في عنا أعداد كبيرة جدا تقدمت لكلية الإعلام، والبعض البعض بين قوسين بيتهم إنه التعليم المفتوح درجة ثانية. أنا بالعكس بشوف تماما حتى خريجي وطلاب التعليم المفتوح عم يكونوا متميزين. ليش؟ جوابا على سؤالك، عم يتقدموا للكلية، عم يدخلوا الكلية برغبة بغض النظر عن أعمارهم أو عن علاماتهم بالثانوية العامة، لأن الإعلام مثل ما بتعرفوا أنتم مهنة عملية ميدانية، ما بدي أقول أكثر ما هي نظرية، ونظرية كمان وأكاديمية. لذلك أنا هذا الموضوع شايفه فيه إقبال كبير عليه كثير، وخاصة من اللي فاتتهم الفرصة بسنوات ماضية لأسباب اجتماعية صحية، نقصوا علامة أو علامتين بالمفاضلة العامة. في إقبال كبير على هذا الموضوع، وخاصة نحن في عالم الإعلام هلأ مثل ما كنا شايفين العالم، يعني هذا الإعلام الإلكتروني اللي دخل علينا جديد هلا عم يخلق من كل واحد منا صحفة، صحافة المواطن، اللي أي واحد صار من خلال تعليق معين، كليك معين، مشاركة معينة، صار بعملية تفاعل مصدرنا المعلومة. وبالتالي فعلا صار في إقبال كبير. وطبعا نحن بنرجع بنأكد على موضوع النوعية، يعني إقبال كثير، هذا يعني إنه كل شيء عم يتقدم عم ينجح. عم نحاول نركز على الطلاب النوعيين اللي قادرين يوصلوا لنتيجة بشكل متفوق. وهذا إذا بدنا نحكي عنه بنحكي من خلال التدريب اللي عم نقوم فيه. إذا حابين تعرفوا عن الدورات التدريبية اللي عم نقوم فيها لطلاب كلية الإعلام. أكيد دكتور، موضوع كتير مهم، ومنحب نحن كمان نعرف من حضرتك عن هي الدورات، خاصة أنه مثل ما ذكرنا أنه في طلاب جدا متميزين، يعني حرام مساواتهم بغيرهم من الطلاب، أو حرام يضيع جهدهم وتعبهم على الفاضي. فكيف عم بتكون هي الدورات التدريبية بالضبط. وحتى مستقبلا بسوق العمل هل هناك فرص؟ هل هناك شيء بانتظارهم؟ أو هلا خلينا نبدا بالتدريج، نبدا اول شيء بالتدريب بعدين ننتقل لسوق العمل. بالتدريب نحن ضمن كليه الاعلام، ضمن جامعه دمشق، مسؤوليتنا محدوده فقط قبل التخرج. بعد التخرج صار في له مكان اخر. بعد التخرج صار مسؤوليه وزاره الاعلام، مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الجهات المعنيه. نحن المرحله الاولى ضمن الجامعه نحن عم نقوم بواجبنا تجاه الطلاب من خلال اقامه دورات منتظمه وبالتنسيق الجيد والفعال مع وزاره الاعلام بمؤسساته الاعلاميه المختلفه، من إذاعة وتلفزيون، وكالة الأنباء سنة متميزة جدا كانت بدوراتها التدريبية، صحيفة تشرين، صحيفة الثورة، كل المؤسسات الإعلامية بصراحة بعد بتوجيه من السيد الوزير كلها مفتوحة أمام طلاب كلية الإعلام. ونحن
إذا كانوا سابقاً ممكن يكون على أيامكم يعملوا جولة بالإذاعة والتلفزيون يعتبر تدريب، هذا مو تدريب، هي جولة اطلاعية استكشافية، بينما الآن حقيقة تدريب، عم يشرف على الطلاب مثلاً محرر أو مذيع بالإذاعة والتلفزيون، بيرفع لنا تقرير بنهاية نعم. الدورة مين المتميز، مين الملتزم، مين الفوضوي، مين إلى آخره، ونتيجة الدورات المتتالية عم نفرز المتميزين لحتى نعملهم دورات مكثفة نعم. وبالتنسيق مع وزير الإعلام، مع وزارة الإعلام وجميع المؤسسات الإعلامية، لأن مثل ما حكينا إعلام، دراسة إعلام بدون ممارسة على أرض الواقع بيطلع الخريج غريب في مؤسساته الإعلامية نعم. ونحن ما بدنا يكون غريب، بدنا يكون ابن البيت من أهل البيت وقت يفوت على مؤسسات الإعلامية. أكيد كمان. أما ما يخص أما ما يخص التوظيف، أنا يمكن لاحظت وكتبت على صفحتي إنه أنا بتمنى من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة نعم. الاهتمام بهؤلاء الطلاب المتميزين، حرام هذا الجهد، ومنحهم الأولوية تمام. وخاصة مثل ما قلت بالبداية هي فعلا دورة متميزة، فيها 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 طلاب جدا متميزين قادرين يبدعوا، بس حد يهتم فيهم، بس حد يرعاهم. هذا موضوع أنا بوجهه لوزارة الإعلام والجهات المعنية أن تهتم بخريجي كلية الإعلام، كلية الوحيدة بسوريا، يعني لازم ياخذوا دورهم. أكيد. يعني نحن كمان كنا عم نشوف وحضرتك عم تحكي مشاهد من حفل التخرج، مثل ما قلت هي دفعة متميزة، يمكن كمان من الطلاب إحدى الطالبات هي كمان صارت سنة محمد هي مذيعة، يعني يمكن بيميز طلاب كلية الإعلام أن هن قادرين يدخلوا فورا سوق بالضبط. العمل حتى وهن خلال فترة التحصيل العلمي. تأكيد لكلامك، سنة محمد هي نتيجة الاتفاق والتفاعل بيننا وبين وزارة الإعلام، هي طالبة ما زالت طالبة وبدأت تشتغل بالتلفزيون نتيجة التعاون المثمر بناء على توجيه وزير الإعلام. التقينا مع مديرة الفضائية وقتها سمر شما، واختارت مجموعة من الطلاب ومن بيناتهم سنة يعني محمد. معناته يعني بنتمنى يكون تفعيل هذا الشيء أكثر، ولكن هو مفعل بالضبط. يعني هو شفنا مفعل على شاشاتنا هاي الوجوه. بدنا أكثر من سنة بدنا أكثر من سنة يدخل بالمؤسسات الإعلامية. كمان دكتور، خلال الحفل وخلال الكلمة اللي ألقيتها حضرتك طالبت بالالتزام بالأخلاق بهي المهنة وبالموضوعية، قديه بتشوف دكتور أنه هذا الشيء ممكن فعلا يتطبق، خاصة نحن عشنا سنين حرب كان فيها سلاح كمان كتير أساسي هو الإعلام، مثل ما شفنا وكيفية تشويه الحقائق، فكيف ممكن نحن نعمل معادلة صحيحة بهذا الشيء؟ هاي من صلب العمل الإعلامي أنه واحد يلتزم بأخلاقيات المهنة نعم. بغض النظر عن التضليل اللي عشناه، التضليل الإعلامي اللي عاشته سوريا خلال 8 سنوات، من 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 بديهيات العمل الإعلامي أنه واحد يكون أخلاقي بتعامله مع المادة الإعلامية، من موضوعية، من دقة، من وخاصة حاليا في ظل هذا الإعلام الإلكتروني اللي دخل بشكل قوي جدا، عملية الأخلاقيات صارت مهمة جدا وسهل جدا اختراقها من خلال عمليات القص واللصق والفوتوشو والمونتاج وإلى آخره. هذا كثير مركز عليه مع طلابنا، أنه بحيث تكونوا واعين لهذا الموضوع، ما يعني بتكونوا فايقين، تكونوا صاحين بعملكم وبتلقيكم للمادة الإعلامية، انه ما تفوتكم مواضيع الجوانب الأخلاقية خاصة في ظل الاختراق السريع جدا لهلا. هذا ركزت عليه انا بصراحة، لان انا بعتبره بكل الاختصاصات هذا، بالتلفزيون، بالصحافي، بالإعلام الإلكتروني، بحياتنا اليومية، اذا ما في أخلاق ما في نجاح، فما بالك بالإعلام. نعم. كمان دكتور خلال هاي الفترة يمكن كمان كنا شفنا كثير من المشاريع تبع الطلاب، خصوصا مشاريع التخرج لها علاقة بالحرب اللي عشناها بسوريا، سواء بالمضمون إن كان أفلام انعملت على شكل تقرير أو تحقيق مصور، أو حتى يمكن الجرايد أو المواقع اللي تم تصميمها من قبل الطلاب. خلينا نحكي عن أبرز هاي المواضيع اللي كانت بمشاريع تخرجهم. شيء طبيعي جدا إنه الإعلام يعكس الواقع، نحن ما تعلمت إنه الإعلام مرآة الواقع. يعني نحن في حالة حرب، شو رأيك أنا أعمل تقارير، ثلاث أربع تقارير الطلاب ومشاريع التخرج عن 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 الرفاهية وعن الجمال وعن الطبيعة؟ شيء طبيعي إنه أنا يكون أقرب إلي من معاناتي اليومية، وبالتالي أغلب مشاريع التخرج. وهذا الموضوع اللي ذكرني بشغلة مهمة جدا، أن وزارة الإعلام مفروض كمان ننسق معها للاستفادة من هذه المشاريع. قد يكون لدينا مشاريع تخرج نوعية نعم. بالإذاعة، بالتلفزيون، بالصحافة، بكل مؤسسات الدولة. شعار القائد الخالد حافظ الأسد الله يرحمه، ربط الجامعة بالمجتمع. كيف بدنا نربط الجامعة بالمجتمع إذا مشاريعنا التخرج مكدسة بالمكتبة؟ هذا موضوع كمان عم فكر فيه هلا بأقرب وقت، ننسق مع وزارة الإعلام. وجانا كتاب من رئاسة الحكومة بالخصوص هذا، بتوقع على كل الوزارات الدولة نعم. أنه فعلوا جانب النظري مع جانب العملي. عندنا مشاريع تخرج نوعية
قد تستفيد منها وزارة الإعلام بمؤسساتها المختلفة. وشي طبيعي تكون هذه المشاريع انعكاس للحرب اللي عشناها وللمعاناة اللي عشناها وللانتصار خلينا نقول اللي عشناه بفضل تضحيات الجيش العربي السوري. نعم، يعني دكتور مبارح كانت ثمرة كتير كبيرة لتعب سنوات للطلاب، مو بس للطلاب أيضا للدكاترة، فريق عمل كتير كبير كان موجود وكان عم يشتغل خلينا نقول ليل النهار، ورغم الظروف سلمى كانت تنزل القذائف نشوف الطلاب فعلا متوجهين لقاعات الامتحان، فقدي بتشوف فعلا أنه هذا الشيء فعلا كان كتير مميز، قدي كان في إصرار كتير كبير من قبل الطلاب لحتى يوصلوا لهذا اليوم يلي موعودين. صراحة هذا الإصرار هو اللي وصلنا للنصر. حقيقة النصر تم على أيدي القوات المسلحة، بس القوات المسلحة والجيش بده قوة رديفة، بده بيئة. نعم. البيئة الحاضنة سواء الطلاب ولا الأساتذة ولا العمال ولا الموظفين، أنا بحكي على صعيد الجامعة، نحن كنا مصرين ولا غبنا يوم ولا تعطلنا يوم، والطلاب بشكل كامل ومثل ما بتعرفوا عندنا نحن تفقد عملي وحضور وغياب بشكل كامل، لا نضطر ناخذ حضور لأنه في إصرار على أنه نحن فعلا نحقق اللي بدنا إياه سواء من قبلنا نحن كأساتذة الكلية، وهذا كان ملموس من خلال الطلاب والنتيجة كانت واضحة من خلال. نعم. التميز اللي تم. إحساسك الشخصي دكتور أنت عم تشوف هدول الطلاب شو؟ والله العظيم قمت من الفرشة، أنا كنت مريض وما زلت مريض يعني. سلامتك دكتور. لذلك أصريت أنه أنا أكون معهم، ما ممكن حفل تخرج وعميد كلي وما يكون موجود، حتى يعني كنت تعبان جدا وأصريت أجي بس صحيت فورا عن جد ارتحت بس أجي. دكتور معروفة عن حضرتك أنت مثل ما بيقولوا بيضبطوا عليك الساعة بالجامعة، الساعة 8 المحاضرة يعني الساعة 8، كانت مميزة هي الفرحة السنة الماضية وهي السنة، اهتميتوا هيك بهي التفاصيل اللي يمكن حتى أوقات كليات الأدبية تخفلها شوي، انه للتخرج ولباس التخرج، وايضا انتم لا كنتوا عاملين وحتى جبتوا لهم عراضه يعني احتفال بهذا الشيء حسدناهم نحن الخريجين القدماء. حقهم الطبيعي، حتى ماتيلدا بتقول لك زعلانه. حقهم الطبيعي، ان تصل متاخرا خير الا تصل، يعني اذا على زمانكم ما كان لازم نسعى يعني، وهدول بالنهايه اولادنا واخواتنا واخواتكم. بالعكس انا برايي هاي الشيء طبيعي لازم بكل كليات، وهي عندنا تقريبا جامعة دمشق هي العادي مستمره حفله التخرج، بس ممكن يكون نحن لان اعلام وعلاقتنا مع الاعلام وجونا اعلامي بجوز تكون كانت لها نكهه اكثر، ولا عم تتم بكل كليات جامعه دمشق حفلات التخرج. اكيد بدنا نقول لهم الف مبروك، يعني هن بيستحقوا وتعبوا، وكانت هي السنوات مانا سهله ابدا. اليوم الادوات اختلفت، حتى ادوات البحث للطلاب يعملوا مشاريعهم توسعت اكثر وصار عليهم مسؤوليه اكثر بظل هذا الوقت اللي صرنا عم نشوف المنتج الاعلامي هو المنتج الاول اللي عم بتطالب فيه كل العالم. طبعا. كمان هذا الشيء اختلف، دخلتوا هي الوسائل الجديده، صرنا نشوف في سماح للطلاب انه مثلا ممكن يصور موضوع معين بموبايله بتقبلوا له هذا الشيء كمشروع تخرج. كثير من مشاريع التخرج عم تكون بناء على جهد شخصي و و و و أدوات متواضعة جدا. بالعكس نحن بيهمنا بالنهايه النتيجه، يعني انا شو بيهمني انا اجيب تصوير كواليتي عالي جدا وما في مضمون. نعم. انا ما بدي كلفه بالنهايه للطالب بمشروع التخرج، الحياه الماديه والاقتصاديه مثل ما بتعرفوا صعبه، انا بيهمني اشوف هذا الطالب انه قدم شيء مميز. ونتيجة الأربع سنوات خلينا نقول أنا نتيجة السنتين الأخيرتين في تدريب كامل كانوا للطلاب مثل ما قلت بالمؤسسات الإعلامية وبالمراكز التدريب، حتى نحن عنا اتفاقيات مع مراكز تدريب إعلامية خاصة بالتعاون مع جامعة دمشق، وبنعمل حسومات 50% للطلاب، وحتى عداك عن الدورات المجانية للمؤسسات الإعلامية. مثل ما حكينا قبل الهواء نحن هلا بصدد توقيع اتفاق مع المركز العربي لتدريب الإذاعة والتلفزيوني، بحيث إنه هذا الطالب فعلا يهمني المنتج تبعه ما يهمني الخارج تبعه، ونكلفه أكثر ما إنه يتعب على حاله. أكيد، يعني دكتور بالإضافة للكلمة وبعد التوصيات اللي توجهت فيها للطلاب مبارح، بدنا اليوم تتوجه كمان لكل العالم اللي عم بيشوفونا، للطلاب بشكل خاص توجه لهم كلمة إن كانت نصيحة أي شيء حابب تحكي اليوم لهدول الطلاب. أنا عندي كلمتين، كلمة للطلاب إنه قبل كل شيء يتعب على حالهم، طالب الإعلام إذا ما اشتغل على حاله لا الدورات التدريبية ولا أساتذة الإعلام ولا كل العالم ممكن يسوي إعلامي، هو بدي يشتغل على حاله ونحن جاهزين للعمل معه. ثاني شيء أنا بتمنى هذا الصعيد، والصعيد الثاني أنا بتمنى من الخريجين أنه يلاقوا فرص عمل. طبعا صعب أنه نأمن فرصة عمل لمئة خريج هلا مثلا. نعم. بس على القليل المتميزين منهم، يعني المتميز هذا مفروض الناس تدور عليه، مفروض المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة تدور عليه. أنا هذا اللي بتمنى أنه نحسن هذول المتميزين اللي لاقينهم المكان الصح، بالنهاية مو خدمة لهم فقط، خدمة لنا كإعلام وطني. نعم. وقت أنا بدور على متميزين عندي أنا عم بخدم الإعلام الوطني.
وبخدمه بنفس الوقت بالنهايه، هذا اللي بدي اقوله. اكيد. كمان دكتور اليوم الكليه عبر اقسامها المتعدده، عبر اقسامها الاربعه، صارت رديف مهم اليوم للغه العصر اللي عم نحكي عنها اللي هي لغه الاعلام. خلينا نحكي عن هي الاقسام، وخصوصا انه البعض بيقول مشكلة عنا الخريجين بيطلعوا عندهم معلومات نظرية ما بيعرفوا شيء بالعملي، أو هل يا ترى المنهج أساساً عم بيتم إعطاء منهج للطلاب بحيث يكونوا قريبين من جو العمل؟ بما يخص كلية الإعلام، مثل ما بتعرفوا نحن للي ما بيعرف أنها كلية الإعلام تتكون من أربع أقسام: قسم الصحافي والنشر، خلينا نبدأ بالتسلسل المنطقي لهم، قسم الإذاعة، قسم العلاقات العامة والإعلان، وأخيرا قسم الإعلام الإلكتروني. طبعا أنا معك انه ممكن طالب يتخرج وعنده ضعف في جوانب العمل، وهذا حكينا عنه، وبالتالي عم نشتغل نحن على هذا الموضوع، وخاصه صار في عندنا هلا نحن درجه الماجستير ودرجه الدكتوراه، هذا كمان شيء مهم كثير. وبعد افتتاح درجه الدكتوراه صار في عندنا اقبال كثير كبير من حتى من خارج سوريا، من الدول العربيه المجاوره، لاكمال درجه الدكتوراه بجامعه دمشق، طبعا نتيجه سمعه جامعه دمشق العريقه وتاريخها العريق. إذن هذا الموضوع حقيقه موجود، انه الخلل الاكاديمي، عفوا العملي، ناقص عند الطلاب، او خلينا نقول ضعيف، نحن عم نحاول نعوضه. اما الجوانب النظريه اللي عم نقوم فيها نحن كاساتذه كلها متطوره، كلها محدثه، لان مثل ما بتعرفي نحن ثوره اعلام، كل يوم في عندنا شيء جديد. يعني حتى الكتاب بالتعليم النظامي اغلب المقررات ما فيها كتاب، يعني عم نحاول نحن اي شيء جديد بندخله اياه، وهذا اللي عم نشتغل عليه على الطلاب نظريا واكاديميا، وزملائنا الاعلاميين عم يشتغلوا عليهم تدريبيا وميدانيا ومهنيا. نعم. دكتور، اذا بدنا ناخذ الجانب الايجابي من هي الحرب اللي عاشتها سوريا، قد بتشوف اليوم انه فعلا وضع الطلاب بظروف كثير استثنائيه، ان كان في بعض الاوقات كان في ضغط كثير كبير، ولكن يمكن خلينا نقول كشف قدرات كل شخص ومدى احتماله ومدى صبره ومدى المثابره تبعه من الطرفين. خلينا نقول قد بتشوف هذا الشيء فعلا كان له لو نسبه إيجابية بسيطة؟ أنا برأيي الحرب اللي عشناها تحدي كبير، كان تحدي كبير أمام الطلاب. نعم. أمام الأساتذة، أمامكم أنتم، وبالتالي أنا برأيي فرصة كانت هذه الحرب مع كل خطورتها وسلبياتها ودمارها. نعم. كانت فرصة إيجابية للإعلاميين بشكل عام لحتى يبدعوا. نعم. يعني نحن كان في عنا مجال نبدع بالتغطية الإعلامية، بالدفاع عن وطننا، بالدفاع عن بلدنا، بإبراز الوجه الحقيقي لسوريا نتيجة التضليل الكبير الهائل اللي انضخ ضد سوريا ماليا ومثل ما بتعرفوا ومهنيا وعلى مستوى العربي وعلى مستوى العالمي. وبالتالي انا برايي كانت فرصه كبيره كثير للطلاب وللاساتذه انه نحن نطور من نفسنا. نعم. انه نحن نطور من نفسنا، وفي عندنا ادوات. برجع بقول للاسف الشديد في عندنا ارض حرب، معركه حقيقيه قادرين نغطيها نحن، قادرين. ومشاريع التخرج مثل ما حكيت هلا سلمان، انه مشاريع التخرج اغلبها والحلقات البحث كانت عن انعكاس للواقع اللي عشناه به سبع سنوات وثمان سنوات. اكيد. يعني دكتور الحديث اكيد بيطول مع حضرتك، مستمتعين كنا جدا بهذا الحديث. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، وتحيتنا مثل ما قلنا لكل الطلاب، لكل الدكاتره اللي ساهموا بهذا النجاح وكان لهم فعلا البصمه المميزه. بنتمنى حياه عمليه ايضا فعلا مميزه داخل سوق العمل لكل الشباب والصبايا. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور، نور صباحنا غير لليوم.